ما سألنا من الذي سيسأل؟ من سيسأل؟ شو اسمك انت؟ قاسم، اعطي الميكروفون قاسم. كثرت الاوراق. طيب تفضل. فقط الاذن، اطلب منك الاذن. لما قال الاخ ياس، يعني صار لي في هذا السفر هذا، يعني في القطار وقف 30 دقيقه لانه وجدوا حاجه في طريق القطار. يعني كنا قريب من باريس، وكان قسم في القطار، واحد من الشباب قال لي، انا كنت امشي في القطار، قال لي هو الارهابي، يعني لي انا، وكنت وحدي بالخميس وكل شيء. وانا استعملت هذه الفرصه حتى اخاطب جميع القسم وجميع غير المسلمين كانوا موجودين في القطار. قلت له أن دين الإسلام ليس دين إرهاب، لأن الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقلت يعني أخذت الآية من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صار كل واحد يستمع في القطار، حتى مدرسهم جاء أمامي وكان يستمع، وفي الآخر شكروني كل شيء، وجميع حتى غير المسلمين كانوا يستمعون، فرحوا بذلك، ويعني الحمد لله. جزاك الله خير أخ قاسم، هذا نموذج عيسى جزاه الله خير. فلذلك الذي أرغب من إخواني أن يفعلوا إذا تعرضوا لأذى، أن يحاولوا قلب ذلك الموقف ليكون دعوة إلى الله بالطريقة المناسبة.